إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الرئيسية لهذا اليوم يستهلها الزميل علي صلاح أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. شكر جوابية من أخيه علي كافي رئيس المجلس الأعلى للدولة بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، وذلك ردا على تهنئة الأخ الرئيس له بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. عقدت اللجنة العليا للانتخابات اجتماعها اليوم برئاسة الأخ القاضي عبد الكريم عبد الله العرشي عضو مجلس الرئاسة رئيس اللجنة، حيث استمعت إلى تقرير من رئيس اللجنة الفنية حول تقسيم وتحديد الدوائر والمراكز الانتخابية في محافظة الجوف، والتي تضم دائرتين انتخابيتين وعشرين مركزا انتخابيا، حيث أوضح التقرير أن اللجنة الفنية قد راعت زيادة المراكز الانتخابية بالمحافظة بهدف التغلب على العوائق الجغرافية وتسهيل المهمة أمام المواطنين ليتمكنوا من تسهيل أنفسهم في سجل قيد الناخبين. وقد راعت اللجنة المعايير الاجتماعية عند المحافظة، وبعد نقاش حول المشروع تم إقراره بالإجماع. بعد ذلك استمعت لتقسيم وتحديد الدوائر الانتخابية في محافظة البيضاء، وقد أقرت اللجنة إعادة المشروع إلى اللجنة الفنية بالإضافة من أعضاء اللجنة لاستكمال مناقشة المشروع ورفعه إلى اللجنة العليا في اجتماعاتها القادمة. هذا وستواصل اللجنة اجتماعها صباح غد الخميس. وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري صباح اليوم برئاسة الأخ حيدر أبو بكر العطاس رئيس الوزراء أمام البيان السياسي والإعلان الدستوري والرسالة الموجهة من مجلس الرئاسة إلى رئيس وأعضاء الحكومة والجدول الزمني لتنفيذ مهام البرنامج الوطني للإصلاح السياسي والاقتصاد المالي والإداري للفترة يناير أكتوبر 1992 ميلادية. وقد جرى نقاش في ظل كل ما تضمنه جدول أعمال المجلس، حيث أكد الأخ رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بتنفيذ مجمل النشاطات الهادفة إلى تعزيز مسيرة العمل الوطني من خلال تهيئة الأجواء والمناخات لإنجاح مهام اللجنة العليا للانتخابات والإجراء الانتخاباتي والنزيهة، وأن تكون الحكومة عاملا مساعدا باتجاه إرساء دولة النظام والقانون وبناء الدولة اليمنية الحديثة والعمل بالقوانين واللوائح والأنظمة وترسيخ الأسس المتينة لبناء الوطن اليمني، كما أكد على التحلي بالمسؤولية من قبل جميع المسؤولين والعمل على تجنب كل العوائق والابتعاد عن تسييس القضايا التي لا تحتمل ذلك، بالإضافة إلى أهمية تقييم العمل في المرحلة السابقة وتنظيم القرارات التي تم اتخاذها لتعزيز. وعلى ضوء مناقشات المجلس تم التأكيد على عدد من القضايا واعتبارها شروطا أساسية لإنجاح مسيرة العمل خلال الأشهر القادمة والمتمثلة في الآتي. أولا، اعتبار المرحلة القادمة مرحلة تهيئة وإعداد لإجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد، وهو ما يتطلب توعية جماهيرية جماهير الشعب بأهمية هذه الانتخابات ودفعها للمشاركة بفعالية كبيرة في عملية نجاح المسيرة الانتخابية تجسيدا للنهج الديمقراطي الصحيح. ثانيا، اعتبار المرحلة القادمة فترة إعداد أسس بناء الدولة اليمنية الجديدة وإرساء قواعد النظام والقانون، وهو ما يتطلب من الجميع العمل كفريق واحد لتحقيق المهام الضرورية واللازمة خلال هذه المرحلة. ثالثا، وضع حد للسلبيات الفترة الانتقالية وتطوير الإيجابيات بما يساعد على تحقيق النهوض والتطور، وضرورة وحدة الموقف تجاه القضايا الأساسية لمختلف هيئات الدولة والابتعاد عن الممارسات والمزايدات التي تسبب عرقلة سير العمل وتأتي بنتائج سلبية تنعكس على مسيرة العمل الوطني. رابعا، تجسيد مبدأ أن مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية الفعلية في البلاد، والتزام هذا المبدأ في التطبيق العملي لكل النشاطات على أرض الواقع، وعلى كل وزير أن يتحمل مسؤولياته في وزارته ويتابع مختلف النشاطات فيها، والتزام مبدأ الضبط الإداري ومتابعة تنفيذ سير العمل في الأجهزة التابعة له، وأن لا يسمح بأي تجاوزات أو تدخلات تؤثر سلبا على إنجاز المهام المناطة بالوزارة. هذا وقد اتخذ المجلس عددا من القرارات والإجراءات إزاء مختلف القضايا التي
وقف أمامها. انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم هذا الأستاذ زيد بن علي بن علي عنان عن عمر ناهز 36 عاما، قضى معظمه في خدمة الوطن، وكان في بداية حياته العملية طالبا في المدرسة الحربية، تخرج منها وعمل بالجيش وسافر إلى العراق على رأس بعثة للدراسة هناك. وبعد تخرجه عمل في مجال التدريس، وعقب ثورة 48 عين عضوا في مجلس الشورى آنذاك، وفي نهاية الخمسينات عين رئيسا لبعثة اليمن في القاهرة، تقلد العديد من المؤلفات للهيئة العامة للآثار ودور الكتب. له عدة مؤلفات في مجال التاريخ هذا، وسيشيع جثمانه إلى مثواه الأخير في مقبرة ماجل الدمة بعد الصلاة عليه في جامع نصير باب السلام الساعة 8:30 صباح يوم غد الخميس. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طالب الدكتور عصمت عبد المجيد الأمين العام للجامعة العربية بعقد قمة عربية لمناقشة قضية المياه باعتبارها إحدى عناصر الأمن المائي والغذائي للأمة العربية، وحذر الأمين العام للجامعة العربية من خطورة قضية المياه في الوطن العربي. السلطات الصهيونية بما تمثله من أطماع وانتهاكات للقانون الدولي تمثل الخطر الحقيقي على المياه العربية. على هذا الصعيد قامت القوات الصهيونية بقصف مناطق مجري بالجنوب، وذكرت الأنباء الواردة من الجنوب اللبناني